شهد حي كلاب بمدينة تعز فجر اليوم اشتباكات هي العنف بين رجال المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية، وكان 3 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون يوم أمس في قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي وصالح. استشهد الشيخ محمد حسين عشال عضو مجلس الشورى والأمين العام المساعد للإصلاح بمحافظة أبيان جراء استهداف منزله بقذائف من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في حي كلاب وسط مدينة تعز مساء أمس. وفي تعز أيضا استشهد عز الدين سعيد المخلافي شقيق قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود المخلافي في اشتباكات عنيفة دارت مساء أمس بين المقاومة وميليشيات الحوثي وصالح، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من استشهاد نجله أسامة. شنت المقاومة الشعبية في تهامة هجوما على سيارتين لميليشيات الحوثي أثناء تواجدهم بالقرب من مفرق الصليف شمال الحديدة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. أعلنت الحكومة أسماء الوفد الذي سيمثلها في مشاورات جنيف المقرر أن تنطلق برعاية الأمم المتحدة في 14 من الشهر الجاري، وضمت القائمة وزير الخارجية الدكتور رياض ياسين ووزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي ووزير المياه والبيئة فهد سليم كافين وأمين عام حزب الرشاد عبد الوهاب محمد الحميقاني وأمين عام حزب البناء والتنمية عبد العزيز جباري والقيادي الجنوبي بحزب صالح أحمد الميسري وعثمان مجلي أحد مشايخ محافظة صعدة المناوئين للحوثيين. دانت الحكومة ما تتعرض له المنشآت الصحية بتعز من قصف وتدمير بطريقة همجية ووحشية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، واعتبرت الحكومة أن استهداف الميليشيات الحوثية مخازن للأدوية في منطقة الحصب واللاجنات بمختلف أنواع الأسلحة ومنع دخول المواد الغذائية للمدينة جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي والمحلي.